بلولي خو بالتنتين مرحبا يلا اهلين باي خمس علب؟ ايه انه مع طريقه يعني بدي اقول انا بين اجريك يا ماما بين اجريها اي بين اجريها يعني انه هو جاي سلمنا الحليب ما بعرف ليش نال الوضع واحد اثنين ثلاث حتى هدول الشباب يعني الاتراك كانوا معي هذا المدير العالمي يعني عالم الشاب الاشرف ما جمعي لهون مايك انا ام احمد من حلفايه عندي 7 اولاد عندي 5 معاقين وعندي 2 صاغ الحمد لله الف الحمد لله سابقا كانت حالتنا كتير كويسه كان عندنا مجاني الحمد لله حسابنا وامورنا كتير كتير كويسه فترة بعد الحرب جوزي اعتقلوا الجيش ضل 6 شهور عند الجيش عتعذيب وقتل وقام مريض طلع كتير مرضان ساءت حالتنا كتير كتير وبعدين يجينا لهون يتهجرنا وجينا على المخيم قعدنا بهاي الخيمة صغيرة نحنا أنا عندي 7 أولاد وأنا وجوزي 9 كان عندي بنت الكبيرة معاقة عمرها 20 سنة كتير كتير مرضيت لا ضل عنا نقدم لها حليب لا بمروحة بالصيف لا بي عنا صوبة نركبها بالشتي كان وزنها 40 كيلو من المرض والتعب والهلاك قام صارت وزنها 12 كيلو قامت توفيت هلق عندي 3 عم عالجون وعندي هذا معاق ماني عم عالجه لأني ماني عم قدراني أقدم له المساعدة لابني هذا الولد عمره 16 سنة وهذا ولكي هلق حاليا عم عالجون بالحليب وما نقدر أنا أأمن لهم إياه حق العلبة الحليب 20,000 وما نقدر أنا أأمن لهم إياه لأولادي خوتي وركون يوسف أبوك شو وعندي الابن اللي صاغ اتصاب جيت وضرب الطيارة واتصاب صابته بدنا ولا قيد بدنا نشله الشظية بدي يصيبه شلل نصفي بعدين الحمد لله جوزي مريض صابه مرض القلب هلق بده عملية قلب وما نقدر أني نأمن له العملية الحمد لله ما بغير أنا الوحيدة بقدم لهم هيك شوي بطلع بشتغل 500 ليرة وبجي من شان أأمن لهم لقمة العيش الحمد لله ألف الحمد لله قل التأمين بقلبي حليب لحتى هلا خون بجمع نفس أولادي عندهم ولد عمره 7 شهور خلص يعني أنا مقتنعة بيك إنه خلص هاي قدرتك لا يكلف الله نفسه إلا وسعه بس هذا الموضوع ما بيخليني أوقف